مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوان في قناة كويرية في الذاكرة. استسمح الإخوان باش ننزلوا مرة أخرى لمعقل الجيش، فريق الجيش الملكي العريق، باش نضمدوا الجراح لما حدث الأسبوع الماضي في مركب مولاي عبد الله بالرباط. ذلك اليوم المشهود اللي كان عرف واحد الحالة اللي خدشت صورة المغرب وصورة فريق الجيش الملكي، وهو تلك الحرب اللي قام بها الجمهور ديال الجيش الملكي وجمهور المغرب الفاسي. وإذا تكلمنا على فريق الجيش الملكي غادي نتكلموا على واحد الفريق كبير، فريق عريق كانت عنده واحد المكانة خاصة ومكانة كبيرة عند الملك المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، وما كان يوليه من عناية لهذا الفريق. فريق الجيش الملكي، فريق الألقاب والكؤوس والبطولات، هو الفريق اللي كان فاز بكأس إفريقيا سنة 1985، وكانت الفرحة فرحة المغاربة أجمعين ملي توج فريق الجيش الملكي بتلك الكأس الأولى في تاريخ الفرق المغربية سنة 1985، وكان حرز على كان الجيش الملكي حرز على الكأس خارج المغرب، وكان التحق بفرنسا اللي كان كيتوجد فيها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وتم استقبل فريق الجيش الملكي وشجعوا على ذاك التتويج التاريخي. وإذا تكلمنا على فريق الجيش الملكي غادي نتكلموا على واحد الفريق ديال الفترة خصوصا في الثمانينات، هذا الجيل اللي عقل في الثمانينات، فكانت كان فريق الجيش الملكي فريق عتيد، وكان كيملك كان كي كان فيه نجوم متلألئة. واليوم غادي نتكلموا على واحد النجم جناح أيمن عصفور مغرد، لا يتعلق الأمر بعبد الحليم حافظ بل عبد الحليم أو حليم البربوري، الجناح الطائر الجناح الأيمن لفريق الجيش الملكي. حليم البربوري القادم من فريق الدفاع الحسن الجديدي، واللي فجر الطاقات ديالو والموهبة ديالو في مركب مولاي عبد الله بالرباط. والجمهور المغربي كله كيتذكر لقاءات فريق الجيش الملكي في ملعب مركب مولاي عبد الله بالرباط، اللي كان كيحج ليه آلاف الجماهير، اللي الفرجة كانوا حتى الجنود والعساكر كانوا كيتاخذوا من جنبات ومدرجات مركب مولاي عبد الله، كانوا مكان لهم، وكانوا كيتفرجوا مع العساكر في جهة والمدنيين في جهة، وكانت الفرجة وكانت الروح الرياضية، وما كانش هذا الشيء اللي بحال اللي كيوقع اليوم. جمهور متعصب وكيقوم بالشغب. وحنا ما كناش كنا غادي نهضروا على نتكلموا، كنا غنخصوا هذه الحلقة الحليم البربوري بلا ما نتكلموا على الشغاب وعلى ما قام به جمهور الجيش الملكي في تلك المقابلة التاريخية ليوم الأحد الماضي. حليم البربوري اللي ساهم بشكل كبير في تتويجات الجيش الملكي سواء المحلية أو القارية، فاز فريق الجيش الملكي بكؤوس العرش وبطولات وطنية وكأس إفريقيا لسنة 1985، وكان حليم ذلك الطائر والعصفور المغرد في الجناح الأيمن اللي كيمتع الجمهور سواء في الملعب أو عبر الشاشة، وكان كيعطي كواري المهاجمين الغريسي وأنافلوس والعزيز، يعني كان فريق الجيش الملكي فريق كبير، كان كيعج بالنجوم،
تيمومي، خيري، الغريسي، دحان، حمدي، اللوزي، الحارس حميد، الحارس البرازي رحمه الله، الرموكي رحمه الله، المريس، واللائحة طويلة. وحليم البربوري كان برز كجناح أيمن من الطراز الرفيع. يعني هاد اللعابة كانوا غير الحظ ما كانش كيساعفهم باش يمشيو يحترفوا في أرقى الفرق الأوروبية، ولكن الأغلب النجوم كانوا كيفكروا في الفرق ديالهم وما كانوش كيبغيو يفرقوا الفرق ديالهم، وكانوا كيبقاو ما كتغريهمش الماديات. أو وبطبيعة الحال فريق الجيش الملكي، فريق المغاربة كاملين، ونتمنوا هاد الشيء اللي وقع ما يبقاش يتعاود، وكنتمنوا الحليم البربوري طول العمر، ونتمنوا حتى هو نشوفوه في مدرب شي فريق إن شاء الله.